السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض برنامج اسمه اي اف سي بلس بلس فيور. البرنامج ده مهمته ايه؟ بيفتح لنا ملفات الاي اف سي. ملفات الاي اف سي ديت امتداد مشترك بين كل البرامج اللي شغالة في مجال البيم، بحيث مثلا ممكن تكون انت في ملف انت عامله مثلا على ريفيت، او عامله او حد مثلا عامله على تيكلا وبعته لك، فبتقول له ابعتوا له اي اف سي عشان ابدا اشوفه. فده امتداد مفتوح بيتبع شركة معينة، بقول له شوز فايل واختار الملف بتاعي اللي هو نهايته اي اف سي، دي العلامه بتاعتها او الرمز بتاعتها اوبن، بيبدا يفتح الملف. نبدا اشوف الملف زي ما انا عايز، ممكن اشوفه واير فريم، وممكن اعمل زوم عشان اشوف كل الحاجه اللي في المبنى، وممكن بالبكره ابدا اقرب والف الشكل، وممكن اعمل سيلكت على اي عنصر فيديني معلومات كامله عن العنصر دوت زي ما انت شايف، كلاس نيم بتاعتها، الاوبجكت اي دي. هو برنامج صغير وخفيف بس بيفيد لو ما عندك ملف اي اف سي وعايز تشوفه، زائد الموقع اللي احنا قلنا عليه كذا مره على مدونه ماوس بيم اللي هو اي اف سي سيرفر. ده موقع اونلاين بحيث ممكن ترفع اي ملف اي اف سي وتعرف كل المعلومات اللي موجوده في الملف دوت، او ممكن كمان تعمل حاجات مش موجوده اصلا في البرنامج اللي هو معمول بيه، يعني زي مثلا برنامج الريفت او التكلا او كده، بيديك شويه خصائص زياده. اللي هو الموقع اللي هو اي اف سي سيرفر بيديك شويه خصائص زياده، ان انت ممكن تعمل فلتر بحاجات معينه، ممكن تعرف معلومات زياده ترى اكتر. تمام، اتمنى ان شاء الله البرنامج يعجبك.